السلام عليكم سيدي، أنا سعيد جدا بلقائك أخ عزيز، شرفتنا في بلدك الثاني الإمارات. معرفتنا صار لها مدة وبنينا عليها ثقة بناء على مواقف مختلفة. اليوم نحن نرى العراق يمر بمرحلة تحدي، ولكن ثقتنا بالله وثقتنا فيكم وفيك سعادة رئيس الوزراء كبيرة، وأن نثق أنها في أيدي أمينة. أتمنى سيدي أن تعود هذه الزيارة بالخير للشعبين. نحن قراب على بعض بالمسافة وبالقلب. زيارتك هذه بتقوي الجسر اللي بين دولة الإمارات والعراق. عراقنا غالي على قلوبنا، علاقة بناها وبداها ببداية الدولة المؤسس رحمة ربي عليه الشيخ زايد بن سلطان، والعلاقة من ذاك اليوم بدأت تقوى، وأكد على هذا الجسر سيدي سمو الشيخ خليفة بن زايد حفظ الله، ونحن على هذا الطريق مستمرين. وهذه الزيارة تأكد قوة هاي العلاقة، ونتمنى أن يكون المستقبل إن شاء الله مفرح وعامل سعيد على شعوبنا. أنا متأكد أن هذه العلاقة بترسل رسالة إيجابية للشعبين، لكن أيضا أنا متأكد سيدي بحكم العلاقة الاجتماعية اللي بيننا شعوبنا، اللي أقدر أؤكد هذا الموضوع في أن العراق وأهل العراق لهم فضل على دولة الإمارات، وفضل حقيقة كبير، وهناك كثير من العراقيين اللي عملوا وبنوا وطوروا وساعدوا في بناء دولة الإمارات، ونحن دائما نذكر هذا سواء من مهندسين أو أطباء أو حتى سياسيين، ولا زالوا كثير من العراقيين عايشين عندنا في دولة الإمارات ولهم الفضل الكبير. أريد أهني العراق وأهنيك سيدي على نجاح زيارة البابا فرانسيس في إرسال رسالة لمنطقتنا ورسالة لأهل العراق على أن العراق آمن مستقر ومتفائل للمستقبل. وهذه الزيارة أسعدتنا حقيقة، لأن تأثيرها وصل إلى دولة الإمارات. سيدي في النهاية أريد أن أرحب بالوفد وأرحبك على رأس هذا الوفد في بلدكم الثاني، ونتمنى حقيقة أنا أتمنى شخصيا من قلبي أن نشوف هذه العلاقة بعد هذه الزيارة تنمو وتتطور لخدمة شعبنا. شرفتنا سعادة رئيس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو ولي العهد، أنا اليوم فرحان موجود في بلدي الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة.
هذه الدولة التي استطاعت أن تصنع قصة نجاح. أنا اليوم جايين لتأسيس هذه العلاقة اللي سعى لها من اليوم الأول المغفور له الشيخ زايد على الهيئة اللي كان في كل مواقفة التاريخية كانت مع العراقيين. لن ننسى مواقف الشيخ زايد تجاه العراق، وكان دائما يقدم النصيحة لإبعاد شبح الحروب على العراق. اليوم احنا بين اخواننا وشقانا، وما قام به العراقيين في هذه الدولة هذا من واجب الأخوة والعروبة. انا اتذكر احد الشعراء الإماراتيين يتذكر عن أيامه في بغداد ويقول: بغداد مدت يدي يدها. احنا مو ايدي، احنا ايد واحدة ان شاء الله، وبوجودكم وبوجود اخواننا ابن الشيخ زايد والشعب الإماراتي العزيز نعمل سوية للاستفادة من التجربة الإماراتية. العراق نعم عمره 6000 سنة، ولكن مر بظروف صعبة وتحديات صعبة. اليوم مطلوب من عندنا في العراق أن نخرج من ظروف أو نتائج الحروب ونفكر في المستقبل. المستقبل كيف الاستفادة من تجارب ناجحة، والإمارات اليوم تجربة ناجحة في العمران في التنمية. ونحتاج احنا كأشقاء، نحتاج أن يقف أخواننا في الإمارات مع العراق في إعادة بنائه، ونقف احنا كعراقيين مع أخواننا وشقائنا في دولة الإمارات في حماية هذه التجربة. العراق أبوابه مفتوحة لكل الإماراتيين في مجال الاستثمار، في مجال الصناعة، في أي مجال أبوابنا مفتوحة للاستفادة من هذه الاستثمارات اللي انعكاسات على الأمن القومي العراقي وفي المنطقة. العراق اليوم الحمد لله وشكر يبحث عن دور ليكون نقطة التقاء وتكامل، وعلينا سوية أن نفكر كيفية نعمل في خدمة شعوبنا وخدمة المنطقة. المنطقة عانت الكثير من ظروف وتحديات، الآن فرصة لصناعة الاستقرار، وصناعة الاستقرار هي التنمية، والإمارات لها دور كبير ورائد في صناعة هذا الاستقرار إن شاء الله. أؤكد على أهمية هذه العلاقة. أنا سعيد مرة أكرر سعادتي وجودي بين إخواني وشقائي، وبكل تأكيد هذه الزيارة ستكون نقطة أو مرتكز لعلاقات أفضل للمستقبل، وإن شاء الله نعمل سوية مرة لخدمة شعوبنا ومرة لخدمة شعوب المنطقة. وإن شاء الله بوجودكم بحكمتكم وحكمة ابن الشيخ زايد نستطيع أن نبني أفضل علاقات. أشكر موقف دولة الإمارات فيما يخص إعادة إعمار المناطق المتضررة أو المواقع الأثرية في مدينة الموصل. نشكر دولة الإمارات على كل مواقف ومساعداتها في دعم العراق في وباء كورونا. نشكر موقف الإمارات حقيقة في الحرب على داعش. الإمارات كانت لها موقف نبيل في دعم الحكومات العراقية في حربها ضد داعش. يجب أن نذكر كل المواقف النبيلة، وهذا مو غريب عليكم، هذا من شيمكم ومن قيمكم العروبية. العراق يبحث عن إخوانه وشقائه في العالم العربي، وأنا خادم لشعبي في أن أعمل على إعادة العراق إلى صف العربي ولا أخوته ولا أحبائه. أكرر مرة شكري لحفاوة الاستقبال لي والوفد المرافق، وإن شاء الله مش يشوفوا من عندنا إلا كل الخير. شكرا جزيلا.